ياسمين ما تنسيش تذاكري ورانا امتحان بكرة. انتي عبيطة، احنا بكرة مش هنيجي المدرسة. ليه مش هنيجي المدرسة؟ احنا ورانا امتحان. يا بنتي كل الفصل اتفق على كده، احنا نروح اليخت بتاع دينا. لا طبعا، دي ماما ممكن تموتني، ما اقدرش اعمل حاجة زي كده، وبعدين انا كده هاخد صفر في الامتحان. يا بنتي ولا حد هيحضر اصلا، هيمتحنونا ازاي؟ لو انتي جيتي بكرة هتبقي لوحدك في الفصل. انا مش عارفة اعمل ايه، انا مش عارفة اعمل ايه. طيب هقول لماما ايه؟ ازاي هقولها اللي انا مش رايحة المدرسة؟ هكلمك بالليل اعرفك هتعملي ايه، ويلا عشان مامتك جت بالعربية. يا خوفي تقول لمامتها وتبوظ الخطة. يلا دوسوا لايك وقولوا الفرح في التعليقات. تروح الامتحان ولا تهرب من المدرسة؟ اتأخرتي ليه كده يا حبيبتي؟ معلش يا ماما، انا كنت بتكلم مع ياسمين شوية. ماما هو غلط ان الواحد يهرب من المدرسة؟ اوعي يا فرح تعملي كده، ده غلط جدا. اللي بيعمل كده بيفوتوا حصص كتير وامتحانات وممكن يسقط. مفيش حاجة يا ماما، انا بس بسأل. وانا بقولك اوعي تفكري في حاجة زي كده. حاضر يا ماما حاضر، ما تخافيش. انا لازم اقعد اذاكر علشان الامتحان، انا مش ههرب من المدرسة. لا مش ههرب. ايه الاخبار يا فرح؟ عاملة ايه في المذاكرة؟ بذاكر يا ماما ما تقلقيش، انا مخلصة كل حاجة ورايا. اوعي تكوني بتفكري في موضوع الهروب من المدرسة ده بجد. اوعي يا فرح. لا يا ماما طبعا، انا كنت بسأل بس. ماشي يا حبيبتي، انا هسيبك تخلصي مذاكرة، انا عايزاكي تذاكري كويس، عايزاكي تطلعي الاولى السنة دي. انا لازم اكلم ياسمين هقول لها ان انا رايحة المدرسة بكرة. ايوه ازيك يا ياسمين؟ ايه متحمسة للخروج بكرة؟ لا انا مش هخرج معاكم، انا هروح المدرسة، انا ذاكرت كتير وما ينفعش اضيع تعبي، انا لازم اروح الامتحان بكرة. يا بنتي قلتلك ولا حد هيروح، والمدرسة موجودة كل يوم، لكن الرحلة دي مرة في العمر. طيب هعمل ايه في ماما؟ ماما هتزعل مني جدا. اتصرفي، قولي لها انك تعبانة، اقعدي كحي الصبح واعملي اللي انتي عندك برد. خلاص هحاول. فرح لازم تيجي، اليوم هيكون حلو جدا. انا خايفة قوي، انا مش عارفة اعمل ايه، انا هنام بقى وبكرة هبقى افكر. انا لازم اعمل نفسي تعبانة علشان ما اروحش المدرسة، اكيد اليوم هيبقى تحفة، انا عمري ما روحت البحر. انا هحاول، اكيد ماما هتصدقني. ماما انا شكلي تعبانة قوي. ايه ده مالك؟ انت شكلك عندك برد. مش عارفة يا ماما، انا تعبانة جدا، مش هقدر اروح المدرسة، وخايفة كمان ما اروحش علشان الامتحان. لا طبعا ما ينفعش تروحي وانت بالشكل ده. لا يا ماما، انا عندي امتحان لازم اروح. لا طبعا ما ينفعش تروحي المدرسة، انت ممكن يكون عندك كورونا ودعتي كل اصحابك، انت لازم ترتاحي في البيت. انت متأكدة يا ماما؟ ده الامتحان مهم جدا. لا طبعا يا حبيبتي، صحتك اهم، انت طلعي نامي وانا هروح الشغل وهرجع اطمن عليكي. ماشي يا ماما، انا هروح اريح فوق. انا اتأخرت على الشغل لازم امشي. ايوه كده انا جاهزة اروح البحر. يوه نسيت الموبايل. ايه ده ماما؟ انتي بتعملي ايه يا حبيبتي؟ وايه اللبس ده؟ انا كنت طالعة برا يا ماما. اكيد علشان تقعدي في الشمس شوية علشان التعب يروح بسرعة، صح؟ ايوه يا ماما صح. برافو عليكي يا حبيبتي، انا نسيت الموبايل، هروح اخده وامشي. يا ربي انا كنت هتقفش، انا كنت هروح في مصيبة. يا ترى اروح معاهم ولا مروحش؟ اروح ولا مروحش؟ بس انا كده لبست، هروح وخلاص. انا مش مصدقه يا ياسمين، احنا ما رحناش المدرسه وقاعدين على البحر.
ايوه هيبقى يوم جميل جدا. دي دينا صاحبة اليخت، وده اخوها امير. هاي، ازيكو؟ هاي، انا فرح، انا مبسوطة قوي، والمركب بتاعكو جميل جدا. يا خبر ابيض، دي ماما بتتصل. اعمل ايه اعمل ايه دلوقتي اعمل ايه؟ لازم تردي عليها يا فرح، ردي عليها حالا. ايوه، ازيك يا ماما، عامله ايه يا حبيبتي دلوقتي؟ انا كنت بطمن عليكي. انا تعبانه قوي يا ماما. معلش يا حبيبتي، انا طلبتلك اكل وخدت اذن من الشغل وهجيلك كمان ساعه. كمان ساعه؟ لا 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 يا ماما، ما تكيش، ما تقلقيش عليا، انا اصلا هنام. لا انا لازم اطمن عليكي. باي باي. الحقيني يا ياسمين، ماما جاي كمان ساعه وانا مش في البيت، انا لازم امشي، انا مش عارفه عملت كده ازاي، دي ماما هتموتني. لا طبعا، تمشي فين؟ اقعدي معانا ربع ساعه. ولو ماما رجعت ما لقيتنيش في البيت هعمل ايه؟ صدقيني هتروحي قبل ما مامتك توصل. يلا تعالي ننط في البحر شويه وبعد كده روحي. ماشي، بس هما ربع ساعه بالظبط وهمشي. ماشي، انا هنط الاول، تعالي ورايا. يلا انا هنط اول واحده فيكم. تحدي، اللي هيعرف يعمل باك فليب احسن من التاني. جاهزين؟ 1 2 3. انا اول واحده. الله، النط حلوه قوي. واو، يلا نطي يا فرح، نطي. انا هحاول اعمل زيهم. فرح، مالك يا فرح؟ حصل لك ايه يا جماعه؟ لازم ناخدها المستشفى حالا. انا فين؟ انا ايه اللي حصل لي؟ هو انا في مستشفى ولا ايه؟ انا بعمل ايه هنا؟ ارجوكوا حد يساعدني. ايه ده، انتي فقتي؟ نمي تاني، انتي لسه تعبانه. ارجوك يا دكتور قولي انا بعمل ايه هنا. انتي وقعتي على دماغك، واصحابك جابوكي هنا، ومامتك بره. استني هندخلك. بنتي حبيبتي، انتي مين يا ست انتي؟ انا معرفكيش. ايه ازاي؟ انا مامتك يا فرح. انا مش فاكراكي، انا كل اللي انا فاكراه اني كنت مع صاحبتي ياسمين وكنا على البحر ومبسوطين. ايوه انا عرفت، انتي كتبتي عليا وقلتي انك تعبانه، وبعد كده روحتي مع اصحابك عشان تتفسحي وضاع عليكي الامتحان. ما تقلقيش، الدكتور قال لي ان الخبط مأثر عليكي، بس ان شاء الله هتفتكري كل حاجه. يلا نروح البيت. هو انا كمان عندي بيت؟ انا مش فاكره اي حاجه. يا رب تخفي يا فرح يا بنتي، دي اكيد ياسمين صاحبتها، قوم افتح لها. فرح عامله ايه يا طنط؟ فرح مش كويسه، وانتي السبب، انتي السبب يا ياسمين، انتي الشخص الوحيد اللي فاكراكي، ارجوكي ساعتيني. حاضر، انا اسفه جدا يا طنط، انا السبب في كل ده، بس هحاول اخليها كويسه. انا هطلع لها. فرح، فرح، انت كويسه؟ اخيرا حد اعرفه. ازيك يا ياسمين، شفت اللي حصل لي؟ انا مش فاكره اي حاجه، انت مش متخيله، في واحده ست تحت بتقول انها ماما وانا مش فاكراها خالص. انا كل اللي انا فاكراه اللي احنا كنا على البحر. لا يا فرح، دي مامتك وبتحبك جدا، وانا السبب في اللي حصل لك ده. انا خليتك تكذبي وما رحتيش المدرسه، وجيتي معايا عند البحر وراسك اتخبطت وانتي بتنطي من على المركب. ايوه ايوه انا افتكرت، يا ريتني ما سمعت كلامك، انا ما روحتش الامتحان، وماما تلاقي زعلانه مني. ايوه انا السبب في اللي حصل لك ده، تعالي ننزل نعتذر لمامتك. انا اسفه يا ماما، انا افتكرت كل حاجه دلوقتي، واكيد تعاقب من ربنا علشان انا كتبت عليكي. وانا اسفه انا كمان يا طنط، صدقيني مش هعمل كده تاني. حبيبتي الحمد لله اللي انت بخير وافتكرتي، وده درس ليكي علشان ما تكتبيش تاني ولا تهربي ابدا من المدرسه. يلا اوعدوني ان انتوا ما تعملوش كده تاني ابدا. اكيد، نوعدك يا ماما. ايوه يا طنط نوعدك.